غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بدءاً برئيس مجلس الشعب الولائي باعتباره شريك للهيئة التنفيذية السادة أعضاء اللجنة الأولياء السادة نواب الغرفتين وقد شرفني بالحضور من بين النواب نادرا ما فعلا هذا الحفل البهيج كانت التفاته من طرف السيد الوالي والمجلس الشعبي الولائي والسلطات المحليه بالولايه الذين رافقوني في هذا الحفل في هذا العرس البهيج لقطاع التربيه. فعلا تكرمت اكثر من 40 تلميذ وتلميذه اللي حققوا نتائج في هذه البكالوريا الموسم 22-23 حققوا نسبه كبيره في هذا وكانت المعدلات كلها اكثر من 18. هذا شيء يدل على المجهود المبذول من طرف السلطات المحليه ورأسها السيد الوالي اللي رافقنا فعلا في هذا القطاع وكان دائما يصرح ويقول قطاع التربية خط احمر. فعلا رؤساء الدوائر يرافقونا في كل هذه المجالات وخاصه خلال الامتحانات والمسابقات اللي وقعت المتوسط وكذلك التعليم الثانوي البكالوريا من مرافقه يوميه توفير امور لوجستيكيه الى غير ذلك وكذلك الزيارات المدنيه اللي كان يقوم بها السلطات بما فيها المجلس الشعبي الولائي وكانوا يقفوا على كل الصعوبات اللي يعيشها القطاع. هذا الشيء خلانا نحققوا نتائج والعام الجاي ان شاء الله مستقبلا راح يكون نتائج احسن واحسن بما ان هناك مرافقه والتفاته كبيره جدا من طرف السيد الوالي وكذلك السلطات المحليه بالولايه. السلام عليكم. نشكر السلطات المحليه وعلى راسهم السيد الوالي بهذا الالتفاته الطيبه لابنائنا تلاميذ الناجحين في شهاده البكالوريا وشهاده التعليم المتوسط ونتمنى لهم ان شاء الله كل خير وتوفيق في الحياه المتبقيه المهنيه. ولا ما كاين هدايا اللي ربحت في المسابقه هذه تاع الرسم، كنت الاولى وطنيا ونهدي هذا الفوز تاعي للوالدين تاعي ماما وابي. نشكر السلطات، نشكر الجميع الغافلين والحضور الكريم الذين شاركوا وساهموا في تكريم هؤلاء اجيال الغد اللي راح كما قال السيد الوالي راح يخلفونا احنا ولا راح نعمروا البلاد، ان شاء الله ربي يحفظهم ويزيد لهم نجاح على نجاح ان شاء الله. اسمي حمد شريحاب والمتحصله على شهاده التعليم المتوسط بمعدل 19.04. اهدي هذا النجاح الى امي وابي الكريمين رعاهما الله وحفظهما اياه، وكذلك كل هذا راجع الى الله سبحانه وتعالى الذي اعانني على هذا النجاح، اضافه الى اساتذتي الكرام بما فيهم كل اساتذتي في كل المواد حفظهم الله ورعاهم والإداريين، إضافة كذلك إلى السيد الوالي والذي يعني كان معنا طيلة حفل التكريم والحمد لله سبحانه.